أنشئ مصنع شركة جودة الصناعة للقوالب وقطع الغيار عام 2016 بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض كفرع لمجموعة شركة جودة الصناعة المحدودة، وهو مختص بتطوير تصميم تصنيع وصيانة القوالب المعدنية وقطع الغيار الميكانيكية. يحتوي المصنع على العديد من الماكينات التي تعمل بنظام التحكم العددي بالكمبيوتر CNC، ومنها ماكينات الخراطة، التجليخ، التفريز، الحفر بالشرارة، القطع بالأسلاك، والمعالجة الحرارية بالتفريغ الهوائي. يمتلك مصنع جودة الصناعة للقوالب وقطع الغيار مختبراً مزوداً بأحدث أجهزة القياس وفحص المعادن التي تمكنه باستخدام الهندسة العكسية من تصميم جميع أنواع قطع الغيار والقوالب، ومنها قوالب تشكيل الحديد، حقن البلاستيك، وحقن الألمنيوم، مع مراعاة تطبيق جميع إجراءات تأكيد الجودة.